يقول الواجب على المصلي أن يلبس القميص. وما حكم صلاته وما حكم صلاته في السراويل؟ بالنسبة أخي الكريم للصلاة، الصلاة من أعظم أركان الإسلام، فينبغي للمسلم أولا أن يعظم قدرها في قلبه، هي أعظم ركن في دين الله عز وجل بعد الشهادتين، قد سماها النبي عليه الصلاة والسلام عمود الدين. فينبغي أخي الكريم إذا أردت أن تقف بين يدي الله عز وجل أن تعظم هذا الوقوف، وأن تعلم أنك واقف بين يدي الملك الديان سبحانه، فينبغي أن تحسن الهيئة. لا شك أنك إذا كنت ستذهب عند ملك من ملوك الدنيا أنك ستختار أفضل الألبسة، وقد تتكلف لذلك فتشتريها وليس عندك ثمنها، أو قد تكتريها مثلا أو تستلفها من غيرك. علاش؟ لأنك تعظم من ستقف بين يديه. فصلاتك أخي الكريم هي أعظم من ذلك. أردت أن تقف بين يدي الله عز وجل فقف وقفة عبد، واقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت أنه صلى بالسراويل، ولا ثبت ذلك عن أحد من أصحابه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا دليل يكفي. كذلك قال العلماء بأن من شروط الصلاة ستر العورة، والذي يصلي في السراويل الضيقة هذا لا يستر عورته بل يجسمها. والله أنا أستحي أحيانا أصلي خلف أحد إخواننا يصلي بالسروال، عندك تستحي تصلي وراه، لأن وقت ما زيتي عينيك ولا كذا هيك تهز عينيك من موضع السجود شوية تتأذى، تؤذي الملائكة وتؤذي من خلفك وتؤذي نفسك. هذا كله علاش؟ على القميص شحال فيه؟ شحال فيه من كيلو؟ تخيل يعني ما تقدرش تحمله، أو للجلباب. بالعكس المسلم ينبغي أن يفتخر بما يميزه عن الكفار. لكن أنت تقدر تلبس مثلا واحد اللباس إسلامي، لأن مثلا هناك واحد اللباس اللي هو مختلط، مثلا تريكو سروال تلبسوا تاهما، لكن لبستي الجلباب ما تلبسوش، فأنت تتميز بشيء عنهم، والتمييز مطلوب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نرجع للواد الأحيات كثيرة تلقى واش تقول خالفوا اليهود خالفوا المجوس. علاش؟ بغى النبي عليه الصلاة والسلام المسلم يكون متميز عن غيره من الكفار. فالمسلم متميز في أخلاقه وفي عباداته وفي مظهره وفي مخبره كاع بجوج. قبل ما ندخلوا للحكم الشرعي، لكن الحكم الشرعي لللباس الضيق الذي يجسم العورة، فصلاته عند أهل العلم بين كلمتين، إما أنها مكروهة أو باطلة. إما مكروهة، وهذا مذهب الجمهور وأكثر أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها باطلة، وهذا أمر صعب. ينبغي الإنسان أن ينتبه الحمد لله أنا وخال نكون قاعد في الخدمة، الحمد لله قميصي دايره في ميكا ولا في ساكادو ديالي، وقال لي غير لبس نصلي لبسه ونعاود نسلتو نمشي لخدمتي، في كاين الاشكال؟ امر سهل. غير الشيطان تيبدا يعجز الانسان